من اكتر الحاجات اللي بتزعج اي زوجة، وبصراحة الفترة اللي فاتت زادت جدا في الاستشارات، فكرة ان الراجل تبقى عينه زايغة او يبص الستات غيرها. ايه اللي ممكن يخلي الراجل تبقى عينه زايغة غير انه طبعا المفروض يتقي الله اكتر من كده؟ بس هل في حاجات بتخلي الراجل يبص بره اكتر؟ طب هل في حاجات لو ست عملتها هتقلل شوية من فكرة ان الراجل يبص بره، او فكرة ان هو يعني يكون معرض انه لو شاف ست حلوة او يبص لها، ان دي تقلل شوية الموضوع ده؟ حلقة النهاردة جدا مهمة لكل زوجة وعروسة ومقبلة على الزواج. بس قبل كل حاجة، لو انتم مش مشتركين في القناة يا ريت نشترك، نفعل زر الجرس ونعمل لايك للفيديو ده. ويلا، فكرة ان الزوج يبص بره هي غير مقبولة، وطبعا حرام ومش حاجة محببة. بس خلينا نكون واقعيين، في شوية حاجات للأسف بتحصل بتخلي الزوج احيانا يبقى عرضة انه يبدأ يدور على حاجة هو مفتقدها. عشان كده حلقة النهاردة خلينا زي ما بيقولوا ايه، نواجه الاسباب بهدوء وبموضوعية. هقولك حاجات فعلا للأسف دي بتبقى زي نقط ضعف بتدخل منها الست، سواء هي قاصده او مش قاصده. يعني سواء الست دي قاصده انها تلفت نظر جوزك، ان هي مثلا زميلته، سكرتيره، واحده عرفت ان هو مثلا انه بيشتغل في مكان مفتوح وكذا، او يكون هو فعلا اتعرض للفتنه دي بشكل اندايركت. يعني هو في الحياه حس بضعف فبدا يدور على حاجات، لما شافها بالصدفه او بالبحث هي دي كانت اللي كان بيدور عليه. نقط الضعف اللي ممكن تخلي اي راجل للاسف يبص بره هي عدم الاشباع في العلاقه الحميمه. يعني من الاخر انت ما بتعمليش معاه علاقه صراحه كده. انا جالي قبل كده استشاره كانت من واحده في بلد اجنبي، وهي كانت نفسيا عندها مشاكل مع جوزها، زائد ان هي فعلا مش مبسوطه في العلاقه، فبدل ما هي تعالجها لا تجنبت العلاقه تماما. فاللي حصل ايه، ان هي بدات يبقى الموضوع بالنسبه لها مزعج ومقرف، فما بتعملوش، فبتعتذر عنه كتير. اللي حصل انه الراجل بما انه في بلد منفتحه وعنده رغبه وهي ما بتلبيهاش تماما، يعني ممكن تقعد بالشهور هو ما يلمسهاش، الراجل لما تعرض لموقف في ست قدامه وحابه تمارس معاه العلاقه للاسف زنا. طبعا احنا ما بنبررلوش ان هو عامل حاجه وحشه زي كده، بس هو الراجل كان ندمان جدا وكان متقزز من نفسه. يعني معناها ان هو مش مصر على الفعل، يعني هو مش هقولك ان هو عمل ذنب كبير، بس هو مش خاين. في فرق كبير جدا بين الانسان اللي هو طبعه وبيكررها، وكمان يعني زي ما بقولك مع سبق الاصرار والترصد. يعني هو ناوي ورايح مكان وعمال يخطط عشان يقع في الفعله دي، وان هو كان مش محصن والمكان والوقت والكذا سهل له للاسف العلاقه، ففرق كبير جدا. فللاسف الست تعتبر بشكل غير مباشر كانت السبب ان الراجل يحصل فعله زي دي، بسبب ان هو كان جعان. يعني مجرد لما سوري يعني شاف ست مثلا بتخلع مثلا ولا بتعمل اغراء ما قدرش يقاوم. يعني اذا كان سبحان الله حتى في الايه، يعني سيدنا يوسف قال لربنا يعني لولا تصرف عني كيدهن اصبو اليهن واكن من الجاهلين. يعني هو نفسه دعا ربنا، يعني ايه، قل ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه. يعني هو ال 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 النار الستات اللي حواليه مش سهله، وده نبي، فما بالكوا بقى بانسان عادي. فما تحطيش ابدا زوجك في ان هو يوصل لمرحله ان انت تبقي بقالك بالاسابيع ما بيعملش علاقه. يعني انا شايفه ان الست لازم يكون كده عندها هدف. لا، هو بيعمل علاقه كل قد ايه؟ ان هو اصلا ده الريت ده. انا دايما في الاستشارات اول سؤال بساله، انت جوزك بتعملوا علاقة كل قد ايه؟ دي بالنسبة لي كده علامة كده هنبدأ نتكلم في باقي المشاكل. المؤشر العلاقة مهم جدا في العلاقة بين الزوج والزوج. طبعا تاني حاجة بتخلي اي راجل للأسف بيضعف جدا هو الاهمال في النظافة الشخصية، انه يحس ان في ستات تانية ريحتها حلوة، جلدها نظيف. تخيلي زميلته تمد ايدها كده قدامه ويلاقي مفيش شعر، يلاقي جلد ناعم محطوط له كريم. هو غصب عنه، هو مش قاصد يبص لها بس ذهل. وانتي تبقي لسه امبارح مش عارفه ايه كنتي بتناولي حاطه الطبيخ، اسفه يعني، وانتي بترفعي ايدك كده في ريحه طلعت من عند القبط وكده، عشان انتي بقالك كتير بتطبخي مش واخده بالك انك كنتي لازم تتشطفي قبل ما تبداي تحطي الاكل، مش واخده بالك ان شعرك بقى موجود كذا كذا كذا، وتقولي اهو كده وخلاص. اهمالك في ايدك، اهمالك انك تلبسي قفازات اثناء الطبخ، فايدك بدا يبقى فيها لسعات والبخار بدا يخليها وحشه والجلد بدا يرهل. ما تعمليش نفسك انتي بتقلي الاكل على وشك. يعني الناس الشفات في المطاعم بيلبسوا
قفازات قطنيه عشان يحموا نفسهم من البخار وهما بيعملوا التشويحه كده. انت ليه بتسلقي نفسك مع الاكل يا جماعه؟ في لبس مخصص للطبخ، لو انت طباخه وبتطبخي كل يوم اكل كذا، البسي حاجات تساعد ان انت ما تتبهدليش. في ست قالت انا بلبس كده يعني زي فستان واسع بس اثناء الاكل على لبسي عشان حتى ما يلقطش ريحه ومش عارفه ايه، وبلم شعري وبلبس كذا. ستات كتير بقت واعيه، ما حدش بقى بسهوله كده بيسيب نفسه يوحش. ما تاخديش البخار على وشك، ما تفتحيش الفرن على وشك. انت ليه مصره ان انت تاخدي الزحليقه بتاعت انا شكلي متجوز، شكلي متجوز ويائس مع بعض؟ هو بيشوف هو مبقاش قاصد، بس هو انبهر زميلته قامت وطت كده شعرها كله نزل بريحه. تمام، انت عارفه ان في حاجات الشعر بقى دلوقتي بيتعمل بيتبخر ويتعطر ويتعمل، وانت البصل جايب اخر الشارع. هو الراجل مش قاصد يبص، بس فرق النظافه الشخصيه، الراجل بينجذب لنظافه المراه. يعني قلبوزه وشها مش حلو، مش ايه ريحتها حلوه ونظيفه. اصلا يعني في الكورس ان شاء الله هتشوفوا كم الاسترس اللي هنتكلم فيه على شكل النظافه، شكل النعومه، انواع معينه من الحاجات المثيره اللي تدي لزوجك احساس ان انت نظيفه داخليا وخارجيا. يعني هو من قبل ما يقوم معاكي بالعلاقه هو متحفز، هو حاسس مراته دي دايما في استعداد لعلاقه. دي بتقفل اي راجل، ان الراجل اصلا يحس ان هو عشان يطلب منها علاقه انت على الاقل هتضيعي نص ساعة 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 ونص هتخش حمام عشان بس تستعدي، لان انت في العادي مش هينفع. ليه مش هينفع؟ فدي علامة تعجب ومقرفة جدا لاي رجل، وبتقفله اصلا منك. طبعا من اكتر الحاجات اللي بتخلي الراجل، دي حاجة نفسية جدا، انه يبدأ يدور على ست تانية بره، وعادة الست دي لازم تكون اقل منه شوية، يعني بتبقى سكرتيرة، ممرضة، زميلة، مثلا هو مثلا في بوزيشن عالي، هي زي ما بتقولوا اسيستنت بتاعته، او في ديبارتمنت او قسم اقل منه، ان هو يحس ان هو في بيته مش مسيطر، او ما بيحسش برجولته في البيت، حاسس ان هو مهان، انت دايما حاسه انه قليل. انا سمعت كتير جدا رجاله ستاتهم زي القمر، نضاف حلوين تا تا تا، شوفوا بقى احنا كل اللي قلناه، بس طول عمرها هي محسساه ان هي مستغنيه عنه. تمام، ان هي ناجحه قوي وكذا، شخصيتها سلطويه جدا، وعمرها محسسته ان هو ملك زمانه. لازم قلناها كذا مره، قلنا ان انت حتى لو قويه وكذا كذا بتعملي نفسك بتستشيريه، بتعملي نفسك محتاجاه احيانا، بتدعي ان انت ايه ده مش عارفه تفتحي حاجه، بتدلعي بس بطريقه يعني جنسيه شويه او طريقه انثويه، في كده مايند سيت او في طريقه تفكير. انت لما تبقى فيكي لو قلتي له اقول لك ايه، افتح لي علبه سمنه، لو قلتي له انا محتاجه اخد حقنه، في طريقه كده بتبقى مثيره، ان المراه تكون مثيره حتى في كحتها بتكح كده، بتكح كده، تبقى انثويه ومغريه. والله هو ده فكره اصلا لما احنا قلنا كورس ومش كورس، عشان انا عايزه اوصلكم يعني اعمل لكم كده زي غسيل مخ بقى قاسي شويه، ويبقى في كلام اوفر، عشان الست توصل لمرحله ان الفيمينينيتي عندها والانوثه تبقى عاليه جدا 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 في اي طلب، اي كلام لو بتتكلم معاه في السياسه. ففي النهايه يعني كل خطوه كل نفس بطريقه يعني ممكن تكون مغريه شويه او جذابه شويه، بيبقى كل شيء من الست مقبول لاي راجل بيخاف منها، بيخاف والله بيخاف. ان انت دي بدايه تبقي شبه والدته، مع احترامي لوالدته طبعا، ان الراجل كده يحس فجاه انه قلب على ابوه، وان انت بقيتي شبه والدته ودخلتي في التراك بقى ايه، احنا كبرنا على الحاجات دي. يا راجل ده انت رايق قوي، ياه وانت فاكر نفسك صغير. طبعا 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 الراجل بيروح يبص بره، الرجل يكره، الرجل لو عظم في قفه عايزه مقتنع ان هو بطل، وان هو جذاب، وان هو ذكورته عاليه، وان هو جميل، وانه مرغوب. تخيلي انت بتقولي له ان انت كل ده لا، ومش بس كده، لا ده انا كبرت، واختياراتك في اللبس وفي الشكل وفي قعدتك في البيت وكده. ممكن تكون اصلا هي بتلبس لبس حلو بس مؤدب كده، يعني لابسه كده ايه، قميص نوم كده بزراير من هنا كده، وعليه جاكيت كده، وبعدين لما شعرها قوي حاطه بقى بنس 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 بنس، شوف ايه، ودين مرشر ريحه كده تقيله كده، كل حاجه كده تحسيها حلوه بس محترمه كده. فقلبت على ام قوي، فبدا يشوف. هو طبعا عنده ذكريات للاسف بقى، لان احنا اغلب عائلاتنا ما بتحاولش توري الحته الانتيميت، الحته العاطفيه، وده مش صح بين الزوج والزوجه. يعني مش هقول لك سوري انتوا هتعملوا قدامهم علاقه، بس عادي الاولاد يشوفوكوا انتوا بتحضنوا بعض وانتوا بتبوسوا بعض، مش بوسه يعني كذا بوسه بس، مامتك بسك وانت خارجه كذا كذا كذا، فيحس ان بابا ومامته بيحبوا بعض. يعني بيحس ان الله ايه ده، بابا وماما بيحبوا بعض، ماما مهتمه بنفسها، بابا وماما سعداء، انا عايزه اتجوز زي ماما، عايزه اتجوز واحده زي ماما. بس احنا 90% بسبب عائلتنا
كله مش عايز، يعني كله شايف النموذج الاب والام اللي عنده هو مش عايز يبقوا زيهم، 90% مش عايز. نموذج باين ان هو مضغوط نفسيا، مش سعيد، مستحمل عشان العيال، فعمره ما يختار النموذج ده. طبعا من اكتر الحاجات للاسف اللي بتخلي الزوج مش يبص بره ويسمع بره، وبقت للاسف ترند العصر ده، هو البحث على ست جريئه يعني، او البحث على ست بتقول كلام، يعني كلام شويه في ايحاءات وكده. وده طبعا بقى موجود وبوفره في اللايفز وفي الابلكيشنز. انا اكتر شكوى بتجيلي في الاستشارات او بتجيلي في الرسائل، بتجيلي اصلا في كل حته، ببقى انا لسه افتح كيس شيبسي الاقي واحده بتحكي لي القصه انه جوزي بيشوفته بيتفرج على، بيسمع ستات، بيكلم ستات، مشتركين ما شاء الله، بيدفع اشتراك. طب يدفع لك انت. الست انها تستحي جدا تسمع جوزها كلام قبيح، ده رغبة رهيبة عند كل الذكور، حتى لو عمل نفسه شيخ عادي، عايز برضو اقصى شيء المحترم قوي هيبقى عايز في العلاقة. هتبقى دي البداية، هتبقى بداية الجراءة، بعدها هتبقى انك لازم تقولي الكلام ده بقى في الحياة العادية. احنا اصلا هنعمل حلقة قريب ان شاء الله، او ممكن تبقى بعد رمضان على حسب، يعني كانت بتتكلم انتي تتكلمي ازاي بقى مع جوزك والطرق وكذا. ففي جزء كبير منها ليه علاقة زي ما قلنا بان انتي تشبعي اذنه. الراجل برضو، الستات فاكره بس الشكل، لا الراجل برضو ما شاء الله عليه كل الحواس عشان يشغلها، فهو برضو مستمع، والكلام القبيح بيجي بالست بيبقى في السحاب، بيبقى في السحاب، هما كده بكيفهم جدا بقى، تمام. فللاسف اوكي، ليه للاسف؟ لانه مش سهل، عشان انت مش بس ما عندكيش القدره، انت كمان اتربيتي ان الحاجات دي غلط قوي، وان المتزوجه الزوجه مش كده، دي الست الرخيصه اللي بتقلب الراجل وبتبقى بتشتغل في المواضيع دي. لا، هي دي زي دي، الفرق ان ده حرام وده حلال. المفروض الاثنين، لو الراجل بيتبسط مع الست اللي مش مظبوطه اللي في الشارع جدا، يبقى المفروض ان الحاجات اللي عندي دي تتاخد بس بالحلال، لكن مش معناها ابدا ان الحاجات دي غلط. يعني مش عارفه انتوا فاهمين النقطه دي. طبعا تفصيل الكلام وتفصيل الالفاظ وكذا هناخده شويه بكورس الاغراء اللي هو خلاص اصلا تقريبا 48 ساعه وهيقفل الحجز، فانتوا خلي بالكم، لانه خلاص احنا تقريبا يعني على اللايف ممكن يكون اتقفل الحجز الاولاني. فانا دي بقول عشان بس تدوق بعد الحلقه، يعني برضو تبقوا عارفين. المهم الفكره دي لازم تبقوا واعيين لها، انه الراجل لا، انت مش ست مش مظبوطه عشان بتقولي كلام كده. انت لازم تكوني فاهمه انك ما زلتي في منافسه مع كل نساء الكون. الراجل مش معنى انه اختارك انه مش شايف مش سامع، لا، هو بيحاول يركز في ورقته، بس لو ورقته بدات ما تبقاش فيها حاجه يبص عليها، وفي نفس الوقت المثيرات الخارجية زادت، وفي نفس الوقت في لحظات الضعف، هي مشكلة دايما بتبقى في لحظات الضعف، هو ما بيبقاش ناوي يروح كذا، هو بيبقى بيقلب عادي وزهقان، وانت لسه متخانقين جامد، وهو مثلا دايما يكون عنده كمان ضعف في الشغل، يعني في العمل كمان بتخلي الراجل شوية حاسس بفقدان كل الشغف، يلاقي يجيله فيديو، يجيله اعلان ابلكيشن كذا. طبعا انه برضو يكون الفكرة ان انتوا ارتبطتوا بشكل اجتماعي اكتر ما هو كان شكل حب، او انتوا من البداية كده كان في القاب كتير في علاقتكم، مش عارفة ايه كذا، الدكتورة، البروفيسورة، مش عارفة ايه. في راجل حرفيا قال مرة اوكي لواحد من اخصائيين الزواج، قال له، مش عارفة اقولها لكم ازاي، هي صعبة شوية، يعني هو قال انا بروح لبعض النساء بفلوس عشان يقوموله بفعلة معينة اوكي بالفم، يعني لانه زوجته الجليلة ما ينفعش هي تعمل كده لانها بنت ناس وكذا، هو شايفها كده كمان. فانت لازم تهوني على زوجك فكرك، يعني تقولي له انا بحب كذا، انا بحب ابقى قوية قوي برا، بس بحب ان الجزء اللي نسوي ده اشبعه معاك بطرق بقى وجمل وكده انا بنقولها بعدين، بس تقعدي بقى تركزي على حتة ايه، لا انا شايفة ان دي قوة، انا شايفه ان دي قوه، دي تبقى قناعه عندك ان انت شايفه ان انت كست كون ان انت بتمارسي الحاجات دي، لا انا ست فائقه الانوثه، قادره اشبع زوجي، انا سعيده في حياتي، يعني ان انت يكون عقلك وكمان بتقولي له الكلام ده بتقنعيه بيه، لان بعض الرجال ما بيبقاش متقبل، يعني تخيلي بقى احنا اللي ويبص بره، يعني حاجه استغفر الله العظيم يا رب، تحسي عايز تضربيه بالنار، بس مضطرين، يعني احنا مضطرين، اصل انا مش هبوظ جوازه عشان، لان في بعضهم طبعا بيكون بالفعل، يعني زي الراجل ده راجل متخلف وكذا وكذا، بصراحه صعب يعني، لكن لا في منهم بيبقى هو نفسه بس لا هو متجرئ ولا قادر يتقبل انك تعملي كده. فانت لازم تكوني كمان مبادره وشجاعه، وكمان بتقولي ان انت بالنسبه لك دي حاجه حلوه. طبعا النكد. اهلا بيكم معانا في اكتر سبب بيخلي الراجل يبص بره،
ان الست خلاص بدأت تبقى حاجة اسمها انتي مصدر ألم. يبصلك كده، اه انا مش عارف الست دي بصيتها، يبصلك كده الست دي زعلانه طول الوقت، يبصلك كده الست دي بتقول ان هي حياتها اتدمرت من ساعه ما اتجوزتها. انت رسائل رسائل رسائل، فهو بالنسبه له شبه عايز يروح حته محدش يعمله جادجنج، يعني محدش يفكر فيه بابعد، يعني انا اسفه من نص ساعه بتاعت المتعه دي. ده سبب كبير جدا ان في رجاله بيكلموا ستات او توصل لعلاقه، ان هو مش عايز يبقى فيه سيركمستانسز او يبقى فيه حاجات متترتبه. هو انت ربطتيه الموضوع بالالم، وانت بقيتي مصدر الم وحزن وكآبه، وفي نفس الوقت هو حاسس ناحيتك انت بنقص، وان هو سبب تعاستك، سواء من كتر الشكوى، من انت مش حاسه ان انت راضيه عن اي حاجه في حياتك، كتر الطلب. اكتر سبب يوصل الراجل الاحساس ده لما تبقى ست طول الوقت قبل العلاقه او بعد العلاقه بتفتح حاجات سلبيه، او كل ما يبقى فيه كلام لطيف تقوم بدي كلام سلبي. ايه اللي بيحصل على طول؟ فورا هو بيرتبط فعله اللاواعي، اه يبقى الست، يبقى انا بلاش اصلا نعمل كده. طبعا الملل، الملل انت فاكره يعني الانسان سبحان الله، كلنا كبشر احنا فينا حته الملل والزهق. تخيلي انت مهما كنت للاسف يعني بتحاولي وكذا، بس هو نفس الاسطمبه، نفس القميص النوم الاحمر، نفس ليله الخميس، نفس البارفان اللي بقاله 30 سنه بالعلبه، تقومي رشه رشتين عشان ما يخلص. انا عارفه ان كلامي ممكن يكون مؤلم وجارح، بس انا بقول لك هو بقى ايه، عمال يشوف حاجات ملونه وحاجات عامله شعرها اصفر وحاجات عامله شعرها احمر، واللي ملبسين لابسين مقطع، واللي حاطين ايه، يا عجب. انا بقول لك اهو، يعني انا بما اني للاسف باكسبوز نفسي لبعض الحاجات دي عشان اخد لكم مثلا ماتيريال الكورس، لاني مضطره اوري، يعني لازم اوريكم بقى اي اخر صيحات اللانجري، اخر صيحات اللي مش عارف ايه، ما هو لازم اوريكم حاجات، ما احنا هنعمل ايه، ما احنا لازم نواكب العصر. فانتوا طبعا هتمستها مخها مش هيستوعب اللي هياخدوه. ايوه هو يا لهوي يا رد، وكل ده حصل واحنا، عارفه انا ليه بحس الراجل بقى متعرض لمحتوى واحد بيحضر دكتوراه، وحرفيا اغلب للاسف الستات العربيه كي جي 2، العلم في المواضيع دي كي جي 2، اولى ابتدائي دي بقى اللي عدت بقى اولى ابتدائي. الرجاله العرب ما شاء الله عليهم 50% من وقتهم قاعدين على محتويات جنسيه، هو بقى دكتوراه بقى، عارف بقى انواع الستات والست الكذا الاجنبيه بتعمل ايه وايه وايه وانواع ايه وعظيم، يعني هم عارفين تصنيفات الحاجات القبيحه، متخيلين؟ يعني انا ساعات كده جزء من شغلي بقعد اشوف مثلا كوميكس، ميمز اللي هي صوره مثلا ممكن ليها ايحاء فالرجاله تحت، عشان اشوف الرجل العربي بيقول ايه. يا الله ما هذه الثقافه النجسه، ايه ده ايه ده، يعني الرجاله ما شاء الله فطاحله في الموضوع، والست بتتكسف تقول له كلمتين في الموضوع، انت متخيله احنا فين؟ طبعا اخر مشكله او يعني كده انه بيحس اصلا انك الموضوع وهو كله على بعضه كده مش اولويه، يعني لا الموضوع عندك اولويه ولا هو اولويه ولا حياتك اولويه، انت عايشه عشان نعيش، ولا شيء يقتل الحب والجاذبيه والشغف والروعة والسخون. مفيش في الدنيا ممكن يقتل الشغف وكده احساس ان انت انا يعني موجود عايش لحد ما القى وجه كريم. هو مش حاسس انك لا حب الموضوع ولا حب هو شخصيا ولا حب عيالك ولا كله انت يعني تمام، يعني ده بيبقى خطأ في حاجتين، يا يعني اما انت فعلا الاحساس ده عندك، انت فعلا مش طايقة كل حاجة وانت ما عندكيش اي شغف، فدي مشكله كبيره عويصه عميقه، لازم بقى يا اما بقى هتحليها معايا في كورسات، يا هتحليها معايا بقى تشوفي القناه تجيبيها من اولها لاخرها، تكري 1000 فيديو عشان المخ ده يتغير، يا بقى ايه، يا تاخدي استشاره، يعني انت محتاجه بقى تغيري اصلا فكرك عن الجواز كله، تمام؟ يا بيبقى انت مش عارفه توصلي له احاسيسك، يعني من الاخر ما بتعبريش كويس. فانت لدي في الحالتين هتبقى النتيجه مروعه، وعاده ده بيحصل من 3 ل 5 سنين في الجواز، اسالوا كده اي حد. 3 ل 5 سنين بيحصل الانتكاسه الاولى، الانتكاسه الاولى ان الراجل يبدا يتكلم على خفيف. 7 سنين ل 10 سنين الانتكاسه الثانيه بيبقى ساعات فيها طلاق. اه يا حبيبتي انا جايلك من المستقبل وبقسم لك الوقت، فلازم تكوني فاهمه، لان الراجل مش حاسس ان انت حاسه حاجه اصلا معاه خالص، الحياه كلها ما فيهاش احساس، لا انت حاسه جسديا ولا نفسيا، فهو ايه، باي. هو باي بقى بعقله بقى ساعات، يعني بيبقى مش باي بجسمه، هو بيبقى باي معاكي بس إيه لسه بيشوف، بعد كده ممكن يبقى باي بجد، يا اما بقى بيتجوزوا تاني، يا بيمشوا بجد، يا بيبقى علاقتين علاقه مشبوهه، يا 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 بس ما بيقعدش،
الراجل بيقعد في حاله واحده لما فقد القدره الماديه او الجسديه، او بقى محتسب بقى من اولياء الله الصالحين، فعلا محتسب لله ومنتظر عوضه في الاخره، وده لا يكاد يتعدى 10%. لكن لو هو ساكت هو عشان هو ما عندوش قدره، ربنا لو كرمه بفلوس او صحه شويه مش هتلاقيه. تمام، فده ملخص كده. طبعا اخيرا ما زال اللي عنده استشاره موجود، رابط والكورس 48 ساعه تقريبا من اذاعه الحلقه هيبقى اوت خلاص كده، باتش 1 خلاص احنا خلصناه. ومعلش يعني هيبقى غصب عني، هنشوف كده بعدين نقدر نفتح مجموعه تانية ولا مش هلحق. وشكرا جزيلا ليكم، منتظره في التعليقات اقتراحات كل حلقات تانية، وانا دايما بحاول قدر الامكان، مش عايز حد يزعل مني، انا بحاول اقول اقصى شيء ممكن. انا تقريبا اجرأ واحده على اليوتيوب، بس في حد ما اقدرش اعديه فببقى متاسفه. حد ده هيبقى او الكلام اللي هو المهم قوي قوي ده اللي فيه شويه كلام عميق هيبقى ان شاء الله في الكورس. واشوفكم على خير، مع السلامه.